صحيح الليله سوبر، لكن عندنا بطوله وعندنا ابطال افريقيا وعندنا نجمه جديده، نجمه سبعه بتتوج يعني صدور لاعبي فريق كره اليد بالنادي الاهلي، والفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري في المغرب بعد الفوز على فلاورز البنيني 43-22. دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي رئيس البعثه، مساء الفل يا دكتور والف مبروك. مساء الفل يا كابتن شوبير، والله يبارك في حضرتك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره. الحمد لله على التتويج، الحمد لله اذا كان بالرجال والانسات كمان، الميداليه البرونزيه غالي علينا برضه. حاجه جميله دكتور، احكي لي امبارح، لانه امبارح غير النهارده، النهارده كنا مرتاحين شويه، لكن ازاي عشت اللحظات الاخيره المثيره في لقائنا مع نادي الزمالك؟ لا طبعا الاجواء امبارح كانت مثيره جدا، السيناريو كان غريب، يعني كله الحمد لله كرم كبير من ربنا، يعني تدابير ربنا يعني احسن 100 مره من تدابير البشر. زي ما حضرتك شفت السيناريو اللي حصل، سيناريو يعني اعجازي. صحيح. كانوا يعني الحمد لله يعني متمسكين لاخر ثانيه، عندهم ثقه رغم مجريات المباراه، لكن الحمد لله كانوا عندهم ثقه كبيره جدا جدا انه يعني ربنا هيكرمنا ان شاء الله بالماتش. برضه نقطه مهمه الناس كلها لازم تبقى عارفاها واخده بالها منها، ان احنا راجعين من بطوله العالم. صح. ودي قمه كبيره جدا يعني، فالكيرف طبيعي بيكون بينزل شويه، بنحاول ان احنا نعمل الريكفري بتاعنا. برضه الناس مش عارفه كويس المدينه اللي احنا فيها، المناخ فيها يعني مش معروف كده، هو متقلب والجو تقيل شويه، الظروف كانت صعبه، كان على الولاد او على البنات كانوا مقاتلين صراحه. عندنا يعني من الضغط العصبي ناس كتير تعبت فعليا، تعبت عصبيا من المباراه، اذا كان من الجهاز اللي معانا او من حتى اللاعبين. الحمد لله يعني ربنا كل تعبنا ومجهود الولاد بكل خير، وندعي ربنا دايما يعلي من قدرنا ويوطي من نفسنا، وان احنا نعرف ونتاكد دايما ان كله يعني تدابير ربنا وكله كرم كبير من ربنا، مش شطاره مننا ولا اي حاجه، كله توفيق ربنا الحمد لله. يعني الملعب كان ممتلئ عن اخره النهارده تقريبا يا دكتور مهند. النهارده كانت الجماهير ماليه الصاله الحمد لله. الحمد لله كانت الجماهير بتآزر الفريق النادي الاهلي، ودي حاجه مش غريبه على اخواتنا في المغرب يا دكتور مهند، ده الطبيعي بتاعهم الحقيقه يعني. الحمد لله. نعم. الطبيعي بتاعهم، وكمان لقينا كمان هنا مصريين، جاليه مصريه في العيون. ايوه يعني ازاي مصريين موجودين في كل حته، الحمد لله كنا سعداء بيهم. سهل علينا الامور كتير، والحمد لله النادي الاهلي فرض سيطرته من اول دقيقه لاخر دقيقه. صحيح. عارف يعني الاهلي لما بتجي له الفرصه ما بيتنازلش عنها يعني، الحمد لله. مراسم التتويج بدات ولا لسه؟ مراسم التتويج بدات، هتبتدي فريق البنات، واسمح لي يعني برضه اوجه شكر كبير جدا جدا. نعم. لفريق البنات على المجهود الخرافي اللي عملوه. طبعا. كان عندنا تحديات كبيره جدا برضه، يمكن اسمح لي لو الوقت يسمح ان انا ننوه عليها. طبعا طبعا. الاجواء اللي احنا عايشين فيها زي ما قلت لحضرتك، الناس هنا مضيافين جدا والاستقبال وكل حاجه، لكن كل مدينه زي ما حضرتك عارف او كل بلد ليها امكانياتها. نعم. فاحنا في ظل الامكانيات بنقدر ان احنا نتعامل. دي نقطه. النقطه الثانيه موضوع الجو. النقطه الثالثه كانت موضوع القرعه، طبعا ان كانت القرعه احنا وقعنا في قرعه كانت صعبه جدا، وانا بقول لحضرتك لولا القرعه، لو ظروف القرعه افضل من كده كان البنات يكونوا بينافسوا على كان يلعبوا الفاينل. نعم. الحمد لله احنا اتكلمنا لما عرفنا طريقنا ومشوارنا في البطوله، اجتماع صغير جدا مع البنات يعني اتكلمنا فيه ان طريقنا في البطوله اتحدد، وهو الطريق الصعب، هل عندنا استعداد. نعم. ان احنا نمشي فيه ولا لينا راي ثاني؟ الحمد لله كلهم عند الوعد وقالوا لا احنا جايين وراسمين ان احنا نلعب اي حد لسه باي حد، والحمد لله الروح دي كان توجد لاول مره بنفوز على فريق من انجولا بطل ومن ابطال اللعبه، ان احنا نكسبهم في الدور ربع النهائي. يمكن ما عرفناش الحظ في الماتش اللي بعده، انك لاعب انجولا مرتين ورا بعض، الظروف كانت صعبه جدا. عندنا بنات يعني الاصابات اصابات كبيره، عندنا فرح مرسي شرخه في الانف، عندنا
رنا راضي وقع عارفه كان جالها شبه ارتجاج، عندنا ليلى في اخر المباراه حست باطرافها مش حاسه باطرافها السفليه ورحنا بيها على المستشفى. لا الاجواء صعبه جدا جدا، ضغط عصبي كبير، لكن هم كانوا قد المسؤوليه وانا عريض جدا ان انا اوجه لهم الشكر ان هم يستحقوا ده، وباذن الله دي خطوه للي جاي كسرنا بيها حاجز نفسي كبير، لان احنا دايما في حاجز نفسي من الفرق مثلا اللي بتسيطر على البطوله او فرق انجولا او كده. الحمد لله قدرنا نكسر، كان عندنا امل كبير ونوصل للنهائي، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله بنوعد ان شاء الله الجماهير الفتره اللي جايه ان احنا نقدر باذن الله ان احنا نحقق رقم جديد ونوصل للنهائي باذن الله ان شاء الله. بارك لنا للفرقه كلها وللجهاز الفني والجهاز الاداري والطبي وللناس كلها، يستحق كل تحيه وكل تقدير، وان شاء الله نحاول نلتقي تاني بعد مراسم التتويج مع باقي اعضاء الفريق يا دكتور مهند. باذن الله باذن الله. شكرا جزيلا. هتسافر الامارات ولا مش هتلحق؟ لا مش هلحق، احنا كفايه علينا الحمد لله البعثه هنا، وان احنا نرجع بالتتويج دي اهم حاجه يعني ان شاء الله، والتوفيق باذن الله لكل البعثه في الامارات، ونرجع بالتتويج ان شاء الله ونفرح جماهيرنا باذن الله. دكتور